يعطيك العافيه دكتور. أسأل. دكتور طمني، كوثر شلون الحين؟ الحمد لله صحتك كويسه والبيبي كمان كويس. الحمد لله لك رب العالمين. اقدر اشوف هاي؟ اكيد تقدر تشوفها. تفضل حضرتك. مشكور. كاي شوفي كاي ورقة. انا لو ضايع الجنطة اليوم ما لقيتها كان انا ضايعة. شوفي اني كاتبة انا بروح لمباركية اشتري مكياج حق ابيار حفيدتي. خوش عيل، يلا قومي نشتري ووصلت في البيت. والله عاسفة اذيتش حبيبتي، سامحيني. لا اش دعوة، الناس للناس والكل بالله. انا على الله وعلى هالاوراق الصدقين. كاهو هذا سيف، هذا مثل ولدي وري البنتي واكبر منها وهي بنتي من ريلي الاولي. الو الو، هلا يمه، هلا والله، شلونك؟ مبروك عمتي، مبروك كوثر يا بت بنت. يا بت بنت، هاو كوثر متى عرست؟ عمتي ولي سلمك، تعالي تعالي المستشفى، كوثر تبيك، تعالي. زين دز لي واتساب وكتب لي العنوان وتاريخ اليوم. ان شاء الله، حاضر على امرك. الاسطوانه هذه انا حافظها الحين، ادز لك عنوان. حاضر ولا يهمك. يلا يما الله يحفظك، مع السلامه. يقولش كوثر بنتي يا بت بنت، يعني بنيه وبيسمونها حصه على اسمي، اكيد بيسمونها لان هي موعدتني. اخيرا صرت يده. شلون تقولين اخيرا بصير يده وتوش تقولين بشتري اغراض ومكياج حق بنت ولدي؟ اي والله تعالي. شلون يا كوثر شلون عرست؟ متى عرست؟ ليش ما قالوا لي؟ هنزين يلا قومي اوصلك. قومي. وين توصليني؟ وش شاردني دابا عبت الدنيا شور شرابا عطا هنا نوت عروت جلها آزا وشك كيزية يا هي إرادة سايا نان يا روتي سايا غال يا بوتي مانغالو رام قسم قشت هو جاي توري مريان. يا جي الحياة، يا جي الحياة، شنطو ثول يا يب ربعك هني ونسوي لي حفلة. أنا أطور إذا من سفر، أنا ما يستانس. يستانس بس مو عفس للدنيا. شنو هذا؟ وين قاعدين؟ لو حصة هني كان رجعتك ديرتك. شنو رجعني ديرتي؟ أنا مو ريال. لا ريال ما قلنا شيء، بس الحين يا يب لي ربعك ونسوي لي عفسة بالبيت. تدري لو حصة هني كان صار. يلا مشهم قبل لا تي وتوصل وتشوتكم فناقر. يلا سوي لي حفلة الأخ، جي الحياة، بس خوش أغنية. جمال السول. لو قاعدة تطلم الدريشة يما، كنت أشم هوا تشي يعني اختنكت. ها تشمين هوا مو بيتنا يطل على البحر وبرج إيفل. مالت عليك، ما أشوف قرق القطاوة بالشارع. أقول بدل أنت واقفة كذي وعلك ذي للسطل، فركي السيراميك، فركي أبيلك، ولا تنسين تحطين كومفورت على الماء عشان ريحة البيت تطلع حلوة. يما أنا غايبة عشان أرتاح وعشان أكرف. ماكو راحة ولا والله والله حريمتك المصروف وباخذ منك الموبايل. لا 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 خلاص الحين أخلي الصلاة تلمع تلمع. يلا باي. تلق أبيها تلق. الحمد لله، ألف الحمد لله أن بنتي طلعت تشبهني. ويسم الله على بنتي أنا، من زين ويهك؟ إن شاء الله تشابهني شحالاتي أنا. بنتي ليش محتارة؟ على فكرة ترى تغارين من جمالي. إن شاء الله بس عاد ما تشابك في بخلك بس. حابشيك، ترى توش طالع من العمليات، لا تخليني أردك مرة ثانية. سكت سكت ولا عافيك سكت. دق على أمي، وصيها بس تجيب سميرة خلت جابلني. دقيت عليها وكاهي جاية. تدري متى راح توصل؟ يبي لها يوم يومين الطق فرة توصل الحدود وتيجي المستشفى ان شاء الله. قاعد تنكت انت وجهك؟ المفروض اضحك يعني؟
صدق انك ما تستاهل وهيك. قلت لو فيك ذره حياه كان قمت رحت جبت امه هني. لا انت ما تبيني اردش العمليات، تبيني ادخلش المعاش سيده. بسم الله علي. زين عافيه سيف والله يعان، روحي بلي شيء اكله. ادري السالفه هذه اعرفها، من اول ما شفتك شفتيني وانت كلها يعانه. ان شاء الله حاضر على امرك. ألو، هلا سميرة، سمعي أنا ولدت وبيت توصين أمتي بملابس حق الياهل، أوكي؟ ألف ألف مبروك، التربى بعزكم إن شاء الله يا ربي. إيه أدق عليها من الصبح ما ترد علي. نسيت أقول لك ترى شنطة وصل. إيه حاضر حاضر من عيوني، حاضر إن شاء الله. شوفي أنا بنطر نص ساعة، إذا ما جت بجيب شنطة ويلك. كنت أنسى كم قفشة حليب حطيت التالية بالممية. مسكينة تكون شبعانة ورد ترضعها، ورد ترضعها ليه ما تنتفخ حبيبتي. وكنت أنسى كم مرة شربت مبارك ومتى آخر مرة سبحت فيها. كنت أنسى أخذ حبوبي وأنسى أعطي الأهل دواهم ولا أعطيهم إياه باليوم 10 مرات. لما نطلع الورق بحياتي ترتبت أموري، بس مو وايد، أضيع وتمر ساعات وأرد ألقى روحي. هاو صباح الخير. صباح النور. بس الدنيا ضحى. انت منو؟ انا نوره اللي شفتك بالمباركيه. وين رايحين؟ بوصلك بيتكم. انا بنتي والده في المستشفى بروح لها. ادري اوصلك بيتكم عقب تروحي لها. شو اسمك انت؟ انا اسمي نوره. اي سلوى واللي سلمك وديني المستشفى. اسمي نوره. نوره نوره وديني المستشفى. حاضر اوصلك البيت انت تروحين عقب. إيه هذا بيتنا، هذا بيتنا. حاج يما والله يما أنا ارتحت لك. عاد ما أدري إذا أنت ارتحتي لي ولا لا، أعطيني رقمك. أكيد ارتحت لك. ودقي لك رنة. وهذه رنة. ها مشكورة يا سلوى حبيبتي. نورة 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 شنطة.